وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. وهذا النكث طبعا أنكاثا جمع نكث، والمقصود بها أن امرأة حمقاء في مكة قيل بأن اسمها ريطة بنت سعد، هكذا ذكروا ريطة بنت سعد، وكانت هذه المرأة فيها حمق، فكانت تغزل، وتعلمون تعرفون الغزل، وهي عملية شاقة فيها تعب فيها عناء وتأخذ وقتا من الذي يقوم عليها، ولأن فيها فتل محكم. فإذا انتهت من غزلها نقضته صوفة صوفة وهكذا، فيذهب تعبها هدرا وعناؤها سدى. فضرب الله عز وجل مثل بهذه المرأة الحمقاء لأناس يعبدون الله عز وجل عبادة، ثم والعياذ بالله ينقضون ما عبدوا، إما بشرك بالله عز وجل، وإما ببدعة مكفرة، وإما بانقطاع عن الطاعة والعبادة. وهذا نسأل الله الثبات لنا ولكم. يوجد من بعض المستقيمين يستقيم ويتدين ويتأله ويتنسك فترة من الزمن، وأذاق الله عز وجل لذة الطاعة والعبادة، وربما أناله الله بركة العلم أيضا، لكن غلب الهوى عليه وحب الدنيا طغت على قلبه فترك هذا كله. نسأل الله العافية، نسأل الله لنا ولكم الثبات، ونسأل الله تعالى لكل من انحرف عن السبيل أن يرده إليه ردا حسنا.